تصاعد الخطاب المعادي للأجانب يثير المخاوف لدى اللاجئين السوريين من وصول اليمين المتطرف إلى مراكز صناعة القرار في ألمانيا، خاصة مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، فالسباق الألماني إليه يشتد بين التحالف الحاكم والأحزاب اليمينية. لا أعتقد أن اليمين قادر على الفوز في الانتخابات الأوروبية، فحزب البديل هو أقوى حزب يميني في ألمانيا. أعتقد أنهم سيحصلون على 10 إلى 20% من الأصوات، أو على الأقل أكثر من 10%. إن صعود الأحزاب اليمينية في السنوات الأخيرة أمر مخيف للغاية. أعتقد أن الأمر يتعلق أيضاً بالهجرة، خاصة كما تعلمون في عام 2014 جاء الناس من سوريا، وفي العامين الماضيين أتوا من أوكرانيا، واستخدمت الأحزاب اليمينية هذه الهجرة لإثارة الخوف في المجتمع الألماني. هناك تخوف لدى المهاجرين واللاجئين في أوروبا من تصاعد أحزاب اليمين المتطرف أو الخطاب العدائي لهذه الأحزاب، خاصة وأن هذه الأحزاب في كل من النمسا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا تتصاعد لهجتها، وبالتالي فوزها في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات البرلمان الأوروبي قد يشكل تهديد لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين. لتفاصيل أكثر معي صهيب مكي، عضو مؤسس للحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري في ألمانيا. مرحبا بك أستاذ صهيب. يعني بداية، كيف سيؤثر تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا على اللاجئين السوريين وأيضا في الاتحاد الأوروبي؟ تحياتي لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة موضوع الانتخابات الأوروبية أو حتى على المستوى المحلي فيما يتعلق بصعود اليمين المتطرف بأوروبا عموما وبألمانيا خصوصا ممثلا بالحزب اليميني المتطرف الأفدي، هو موضوع يشغل كل المجتمع بما فيهم اللاجئين والمهاجرين السوريين أو حتى غيرهم من الجاليات الأخرى. هناك تخوفات، وحقيقة هي تخوفات محقة، من صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة. عادة دائما خلال هذه المرحلة أو حتى السنوات السابقة، الأحزاب اليمينية تبنى على استراتيجية شعبوية تحاول استخدام الاقتصاد والقضايا الاجتماعية في محاولة لكسب الأصوات الاجتماعية والشعبية، وهذا ما يقلق حاليا اللاجئين السوريين لما له من أثر على سواء حياتهم بشكل حالي أو آني أو حتى بشكل مستقبلي. أستاذ صهيب، يعني كيف سيتأثر اللاجئ السوري أو المهاجر من دول أخرى عند تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي؟ ما هو الأثر السلبي الذي سيواجهه؟ يعني حقيقة في آثار خلينا نسميها آنية مرحلية وفي آثار مستقبلية. إذا عم نحكي على الآثار الحالية، هي بتتعلق بأمور حياتية حاليا، منها ما يتعلق بملفات لم للشمل والعمل على تجميد أو إلغاء، وهي أحد برامج حزب اليمين المتطرف في ألمانيا، حزب البديل الأفدي. أيضا فيما يتعلق بتقليل حجم المساعدات المقدمة للاجئين من أجل الاندماج، أيضا فيما يتعلق بوضع عقبات ومتطلبات أكبر للحصول على الجنسية الألمانية. أيضا يعني كلنا سمعنا بخصوص الاجتماع الذي عقد بنوفمبر الماضي لأعضاء من الحزب اليميني المتطرف مع يمينيون آخرون ممثلون لأحزاب أخرى أو حتى رجال أعمال. كان الهدف من هذا الاجتماع هو
تبني سياسة مستقبلية لطرد ملايين المهاجرين واللاجئين حتى ممن يحملون الجنسية الألمانية. فهناك تخوف دقيقة فقط أستاذ صهيب، يعني هنا تقول بأن هناك دراسة أو اقتراح أو نسميها ما شئنا يعني أو ما شئت يعني لطرد اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية. صحيح. هل الدستور الألماني يوافق على ذلك أو سيتم تعديل الدستور وإن المنظمات الحقوقية من هذا الأمر؟ هل حقيقة يعني الأحزاب اليمينية تحاول أن تبني استراتيجية موحدة على مستوى دول أوروبا؟ القوانين الأوروبية والقيم الأوروبية هي عادة ما تكون العكس تماما. يعني حقيقة وصراحة أوروبا وألمانيا بشكل عام هي بلد هجرة شئنا أم أبينا، هي بلد مستمرة منذ عشرات السنوات وتستمر بطلب المهاجرين لأسباب اقتصادية بحتة. فوجود اليمين المتطرف وصعودهم إلى سواء انتخابات البلدية أو حتى البرلمانية من الممكن أن يؤدي إلى تعديل أو تغيير بعض الاستراتيجيات أو بعض القوانين المتعلقة باللاجئين. نعم. وبالنسبة للاجئين الذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية، وأنت قلت بأن هناك خطة أو نقاش أو حديث لترحيل هؤلاء إلى دولة أخرى، ما هي الدول المتاحة؟ ماذا يقترحون يعني؟ يعني حقيقة على المستوى السوري كلنا نعرف أن الحزب البديل لأجل ألمانيا الـ AfD هو يسعى إلى إقامة قنوات تواصل مع الحكومة السورية لسواء إعادة اللاجئين السوريين أو حتى لوقف الهجرة بشكل أو بآخر. حاليا القوانين تمنع ذلك. أيضا هناك تخوف من ترحيل اللاجئين بشكل عام إلى بلدان أخرى كما يحدث في بريطانيا حاليا بترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة آمنة كرواندا. هناك مواضيع حاليا تطرح، حاول البرلمان الأوروبي حاليا تمرير بعض القوانين المشددة فيما يتعلق بهذا الخصوص في محاولة لكبح جناح اليمين المتطرف وصعوده داخل البرلمان الأوروبي. نعم، يعني أنت تحدثت عن قانون الهجرة الجديد الذي نصه الاتحاد الأوروبي منذ نحو الأسبوع، ولكن يعني هذا القانون سيتم تطبيقه بعد يعني في العام 2026. صحيح. من الآن إلى العام 2026 ما هي التطورات التي تتوقع أن تحدث؟ يعني حقيقة من المفترض تطبيق القانون بال 2026، لكن هناك عقبات أساسا لتطبيق هذا القانون وفق الآليات الموضوعة. هناك بعض الدول التي رغم موافقتها من خلال برلمانيها في البرلمان الأوروبي إلا أنها تعارض تنفيذ بنود هذا الاتفاق. لا يوجد حتى الآن توافق شبه كامل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على القانون، على تنفيذ أو آليات تنفيذ القانون الجديد. خلال العامين القادمين لربما نشهد إجراءات أخرى أكثر تشدداً فيما يتعلق باللاجئين أو المهاجرين، سواء عبر تقليل الأعداد الواصلة أوروبا. وألمانيا يعني خلال الفترة الماضية حاولت وضع قانون هجرة حديث مبني على نظام نقاط من أجل جلب العمالة، خلينا نسميها العمالة الجاهزة أو وفق الاحتياجات لسوق العمل. وهو ما بدأت به إحدى الولايات الألمانية، أيضا شمل هذا الأمر اللاجئين السوريين والأفغان على ما أعتقد، وهذا تم الإعلان عنه منذ نحو الشهر. ولكن يعني في الحديث عن ألمانيا والأحزاب الألمانية، ما هي الأحزاب التي تلعب على ورقة اللاجئين والمهاجرين، وما هي الأحزاب التي ما زالت تؤيد استخدام لاجئين من دول أخرى أو ترحيب اللاجئين؟ ملف اللاجئين بشكل عام هو ملف أساسي لكل الأحزاب بمختلف توجهاتها، سواء الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الأحزاب اليسارية أو حتى أحزاب الوسط. هو ملف هام ودائما مطروح سواء على مستوى الانتخابات البلدية المحلية أو حتى على الانتخابات الاتحادية أو حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي. ملف شائك عادة هو كبورصة
خلينا نسميها. بعض التقارير اللي بتطلع بتقول اليوم اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية حققوا قفزة إيجابية جدا واندماج كبير جدا فاق التوقعات فيما يتعلق بسوق العمل. بعض الأحزاب لا زالت وخاصة الأحزاب اليمينية الشعبوية تستخدم الملف الاقتصادي وتحمل اللاجئين تبعات هذا الملف من حيث استنزاف مقدرات الدولة المالية من خلال المعونات أو من خلال المساعدات المالية أو برامج الدعم الاجتماعي. أيضا الأحزاب خلينا نسميها أحزاب الوسط أو أحزاب اليسار تستخدم ملف اللاجئين من ناحية إيجابية على أنه اليوم بلد كألمانيا هو بلد هجرة، بلد لا يستطيع الاستمرار والتقدم والنمو الاقتصادي بدون آلاف ومئات آلاف المهاجرين سنويا. لذلك هو يعني ملف هام تستخدمه وتلعب عليه كل الأحزاب الموجودة في ألمانيا. أستاذ صهيب أبقى معي لنتعرف إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وأبرز محطاته وتعاطيه مع قضية الهجرة. مرحبا بك مجددا أستاذ صهيب مكي، عضو مؤسس للحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري في ألمانيا. يعني كما تابعنا في هذا العرض تحولات في حزب الاتحاد المسيحي بتعاطيه مع قضايا اللجوء والهجرة. صحيح، يعني حقيقة هذه التحولات هي مبنية على نقطتين هامتين. النقطة الأولى هي في محاولة لكسب الدعم الشعبي وسحب البساط قدر الإمكان من الأحزاب اليمينية المتطرفة ممثلة بحزب البديل لأجل ألمانيا الأفد. أيضا هناك الجانب الاقتصادي وهو جانب هام حقيقة بعد أزمة كورونا اللي أنهكت الاقتصاد الألماني والحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت بشكل كبير أيضا على ألمانيا. أصبح هناك تحديات اقتصادية صعبة للمجتمع الألماني ككل. لذلك خلال السنتين الماضيات كان في تحول بسياسات حزب السيدو بقيادة ميرتس، ومثل ما ذكرت بتقريركم أصبح فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء هو أقرب إلى اليمين المتطرف من سياسة الانفتاح اللي هو تبناها بعام 2015 واللي كانت هي السياسة الأم بقلب أوروبا. لذلك كان في تشدد كتير كبير خلال السنتين الماضيات. أيضا هناك في تعارض كبير لقيم الحزب فيما يتعلق بدعم البرامج التي تؤديها الحكومة حاليا. نعم، ولكن يعني
هناك من يقول بأن هذه الخطابات التي تتبناها الأحزاب السياسية في ألمانيا وخاصة اليمينية المتطرفة بما يخص قضايا اللجوء والهجرة والمهاجرين الذين وصلوا إليها واللاجئين هي فقط لاستقطاب الشارع ولن يكون هناك أي تعديل على أرض الواقع، ما رأيك بهذا الطرح؟ إلى حد كبير من يعني من الممكن الموافقة على هذا النحو. عادة الأحزاب خاصة خلينا نقول الأحزاب اليمينية المتطرفة هي أحزاب شعبوية تهتم بالقضايا المرحلية، القضايا الاقتصادية الحياتية للمجتمع. لذلك مجرد وصول هذه الأحزاب إلى دوائر السلطة ودوائر القرار منشوف في خفة بحدة القرارات، بحدة الخطابات، أيضا بيكون في بما معناه تجميد لكثير من البرامج اللي تبنتها خلال فترة الانتخابات، سواء هذا الأمر بيتعلق بإجراءات قانونية، بإجراءات دستورية، أو حتى بما يتعلق بعلاقات دولية مع دول الجوار. لذلك في كثير من البرامج الشعبوية هي برامج آنية لكسب صوت المجتمع. إذا انتقلنا من الخطاب السياسي والحزبي إلى الشارع الألماني، هل يمكن القول بأن الشارع الألماني والأوروبي أصبح يعني معاديا لسياسة اللجوء التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي ولم يعد يريد المزيد من المهاجرين في بلاده؟ يعني ما بنقدر نقول معادي بمعنى الكلمة. حقيقة الأوضاع الاقتصادية هي المؤثر والمحرك الأساسي لهذا الأمر. خلال السنتين الماضيات خاصة في ألمانيا أصبح هناك تغير كبير من الناحية الاقتصادية في ألمانيا، من الناحية الاجتماعية، ودائما صعود اليمين المتطرف واستخدامه لورقة اللاجئين ولعبه على هذا الوتر هو ما يؤثر على نظرة المجتمع الألماني للجوء والهجرة. أيضا اللاجئ بحاجة إلى عدة سنوات لتبيان أثر اللجوء أو تبيان أثر الهجرة. ألمانيا بشكل عام هي مثل ما حكينا هي بلد هجرة شئنا أم أبينا، لا تستطيع إقفال باب الهجرة بشكل كامل، لكن حاليا الاتجاه هو يذهب بعمالة منظمة أكثر على النمط الكندي. لذلك في بعض الأحيان نرى تخوفات أو نرى تقارير تقول أن هناك يعني شيء من العداوة بين المجتمع الألماني وقضايا اللجوء، لكن حقيقة على أرض الواقع فعليا لا 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 نرى يعني هذا الأثر الكبير. شكرا لك صهيب مكي، عضو مؤسس للحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري، كنت معنا من ألمانيا.